الحديث الثاني عن فضلها، عن فضل سورة الفاتحة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان معه جبريل، وجبريل ملك مقرب وهو أحد رؤساء الملائكة الأربعة، فسمع نقيض، والنقيض صوت الباب إذا فتح، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط. ومعنى ذلك أن ثمة أصوات تقع ولا يسمعها الناس، إنما يسمعها الله من يشاء أن يسمعها. فهذا الصوت نقيض الباب من السماء لم يسمعه الصحابة، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا صوت، هذا نقيض باب فتح لم يفتح قبل قط، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قط. فهذا ملك لم يستأذن الله من قبل أن ينزل إلى الأرض، لأن الأصل أن الملائكة لا ينزلون إلا بإذن ربهم، كما قال الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم جاء هذا الملك فسلم، سلم على من؟ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. ثم قال، أي الملك الذي نزل لتوه من السماء ولم ينزل قبل إلى الأرض، قال، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ليس المقصود أنها مفرداتها ألفاظها، فمعلوم أن القرآن غير التوراة والقرآن غير الإنجيل، وإنما المقصود على الأظهر ثوابهما. في الحديث كذلك: لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. معنى لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، ما فيهما إما ثناء على الله وإما دعاء. فمعنى إلا أوتيته إن كان ثناء أوتيت أجره، وإن كان دعاء أوتيت إجابته، إن كان دعاء أوتيت إجابته، وإن كان ثناء أوتيت أجره. فهذا حديث عظيم في فضل فاتحة الكتاب. والحديث الآخر جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيكون الباقي دعاء. هذان حديثان عظيمان جليلان في فضل هذه السورة المباركة، وثمة أحاديث أخر في فضلها، لكن يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.